بسم الله الرحمن الرحيم. الحف الكريم، أسعد الله صباحكم تحية ميدانية مع انطلاقة الجولة الثانية لسباقات الهجن بميدان الوثبة عبر سيدة القنوات الرياضية. للمشاهدين أجمل تحية. نتواصل مع الشوط، مع المقدمة، مع المركز الأول، حيث التواجد مع هناك الكايدة من افتتحت هذا النداء وهذا الشوط للسيد شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، من دفع بهذه أيضا الزلول الكايدة. بينما من الجانب الآخر في هذا الأداء الجميل مصيحة متواجدة بشعار سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري، النقلة القادمة للشعار الاقتصادي، وهي متواجدة مشاهدينا في هذا الأداء الجميل بشعار قانم بن علي بن حمودة الظاهري التي احتلت المركز الآن الثالث مشاهدينا بالرقم واحد. العيدهية من تنطلق في المرتبة الثالثة. النقلة القادمة كما نتابع وصول وقدوم من قبل هناك سرابة مملوكة للسيد جابر بن صالح بن جابر. رأيت انجازات ورأيت عوائد هذه يا جبارة مشاهدينا، ولكن الشاهينية كذلك هي من صاملة في المقدمة بأداها الجميل بكل شيء يستحق أن يطلق على السبوق. الله على الشوط، أسار الشوط جبارة الشاهينية. وين الناموس؟ وين الأداء الجميل؟ جبارة 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 انتقلت للصدارة والشاهينية عادت الكرة وعادت الكرة. بن حمودة من الجانب الآخر، بن حليس من الجانب الدوني. الشوط وين؟ جبارة جبارة جبارة. والشعار الاقتصادي تهانينا لقانم بن علي بن حمودة الظاهري بفوز جبارة. والمركز الثاني الله يقول الحق، ما قصرت الشاهينية لعلي بن حليس العفاري. والمركز الثالث هناك الكايدة، ولكن هناك مشاهد الحزة مرح لأحمد بن سيف الغويص السويدي. والمركز الرابع لشاهين بن خلفان بن راشد المزروع الكايدة. والمركز الخامس، المركز الخامس هناك الصايلة لسويدان بن محمد بن سالم العامري. الحفل الكريم الإخوة المتابعون، تابعنا الانطلاقة وسوف نتابع بالحركة البطيئة مع دايركتر هذا الإخراج الجميل والمخرج مشاهدينا. الحركة البطيئة والتوقيت الزمني للثلاثة مراكز وساعات الوصول بين الجبارة وبين الشاهينية، ونحن نرصد هذه الأجواء الجميلة. وتهانينا لقانم بن علي بن حمود الظاهري بفوز جبارة. التوقيت 13:29 رغم هذه الأجواء مشاهدينا. والمركز الثاني كذلك نهني علي بن حليس العفاري بفوز الشاهينية. والتوقيت في المركز الثاني 13:21 وفاء وتماما. بينما اللي حلت في المركز الثالث كيبي كمن نمبر 3 دايركتر أو المخرج. المركز الثالث هذه هي أمامكم، المركز الثالث مرح للسيد أحمد بن سيف القويص السويدي. 13:30 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. الميكروفون ينتقل للحنجرة الذهبية لنايف بن سعيد بن سعود البلوي.